يوم قريت مقالة جدا عجبتني يا جماعة، 10 أسباب تخليش تحبين عمرك إذا كنتي قصيرة، يعني طولك أقل من 160 سنتيمتر. السبب الأول والأروع، عمره ما راح يبين عليك العمر، دائما شكلك يعطيك أصغر من عمرك، وهذه ميزة ما أتوقع في واحدة من الحريم تمانعها. الميزة الثانية، دائما تكونين في المقدمة، قانون المدرسة، القصيرة قدام والطويلة ورا، يعني بالصور، بالمسرحيات، بالعروض، بالطوابير، أنت أول. ميزة رقم ثلاثة، ما تحاتين تلبسين كعب، تلبسين كعب متى ما تبين، ما تصيرين أطول من ريلك ولا أطول من الرياييل اللي حوالينك، طولش طبيعي. ما حد راح يطرشك تجيبين شغلات عالية، تصيرين على طول أنت المدلعة، الأطوال هم اللي يروحون يبون كل شيء حقك، أنت قاعدة بمكانك. رقم خمسة، الكل وده يساعدك، أنت واقفة بالجمعية، أختي أساعدك أجيب لك هذا، إي والله ما أطول. ثانك يو. رقم ستة، ما تتعبين تلاقين زوج المستقبل، إذا تبين ريال أطول منك، حتى الريال اللي صار أطول منك لما تكونين قصيرة، سهلت. رقم سبعة، إذا ما عجبتك هدوم الحريم، روحي قسم الأطفال، حتى هدوم اليهال قياسك ب 12 13 سنة، وأرخص بعد، توفير. ما تحاتين راسك يطق بمكان لما تدشين أماكن صغيرة وأماكن ضيجة، نفس البيبان، لما تركبين داخل باص، لما تروحين أي مكان. رقم تسعة، اليهال كلهم يحبونك، حسبالهم أنت قدهم، وشكلك دائما بريء، ما حد يقدر يتهمك بشيء. الكل يقول معقولة النتف البريئة هذه يطلع منها كذي؟ رقم عشرة، رغم أن الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، لكن أثبتت دراسات علمية تم إجراءها مؤخرا أن قصار القامة يعيشون، أتوقع بسناب اليوم كل السنافر بالعالم بيشوفون نفسهم ومهرهم بيصير أغلى، بنمشي ونقول أنا قصيرة مدلعة وهارد لك يا طويل. الحين الطويلات زعلوا، حبايب أنت طول السنة الناس تمدحكم، خلونا احنا نعبر بعض شوي، نقص على بعض شوي. وصل لي مسج، قتلني قتلني ورب الكعبه. يقول لك في ميزه حلوه بعد حق القصيره، اذا تهاوشت مع زوجها، زوجها يحط المكياج فوق الثلاجه. تخيلت نفسي وانا نايم.